أزمة الرواتب، هذا ما كان ينقص الفلسطيني المقيم في الأراضي الفلسطينية لكي تكتمل معاناته. أكثر من 150 ألف موظف حكومي يعانون من تأخر رواتبهم، ولكن هذه المرة طالت المدة أكثر من 40 يوماً. أظن بأن الخيار الأمثل لمواجهة الأزمة ولو جزئياً هو حث الدول العربية على الالتزام بشبكة الأمان المالية اللي تعهدوا بها ودفع 100 مليون دولار شهرياً. السلطة الوطنية تتعامل مع هذا الوضع على أكثر من صعيد، من جانب هي تستمر في تقليص النفقات والتكيف مع الوضع القائم ومع هذه الأزمة، ومن جانب آخر أيضا تتعامل وتعمل مع الأشقاء العرب لغاية الوفاء بالتزاماتهم. يعكس تأخر الرواتب نفسه بشكل قوي على الوضع الاقتصادي العام، شلل عام يعم حركة السوق رغم اقتراب الأعياد المسيحية المجيدة التي تكون في الوضع الطبيعي أكثر نشاطاً. تقشف واقتصاد محلي في البيت بيكون عالي جداً بحيث يتوائم وكمية الفلوس اللي بتتقضاها يعني بشكل مقصد. في مليون حلول ممكن هم يلجؤوا لها على أساس أنه إحنا ما نتعرضش لابتزاز الدول المانحة أو إخواننا العرب اللي دائماً بدق صدورهم بوعدونا أنه في حزام أمان 100 مليون دولار وفي الآخر بضحكوا علينا لازم ياخذوا الدول الأخضر من أمريكا عشان يدفعوه. الحكومة الفلسطينية تعيش أزمة مالية خانقة منذ 3 سنوات، وقطع العائدات الضريبية من قبل إسرائيل جاءت لتزيد الطين بلة. لم يعد أمام الحكومة الفلسطينية سوى اللجوء إلى الدول العربية المانحة لإنقاذها من أزمة مالية خطيرة تعصف بها. المواطن الفلسطيني حاضر في كل مكان يحتفل مع حكومته بإعلان الدولة وينتفض لأي انتهاك إسرائيلي، ثم يعود لبيته ينتظر خبراً يبشره بزيارة قريبة للبنك ليغتنم قطعة من أجره يسد بها رمق أبنائه. حنين سحلية، تلفزيون وطن، رام الله.